محمد صاحب الشفاعة، مديح ديني من أداء صاحب الحنجرة الذهبية الفنان إسماعيل النضرومي، وفي قاعدة نضرومية أصيلة رافقت كاميرا النهار كواليس تصوير فيديو كليب بمناسبة إحياء مولد خير الأنام. راني هديت لكم هذا المديح ديني وإن شاء الله يعجبكم بمناسبة مولد النبوي الشريف، ونشكر جمعية الموحدية ونشكر كاع الجماعة اللي حضروا معنا، ونتمنى إن شاء الله يكون يعجبكم إن شاء الله، ونبين لكم شوية تقاليد تاع نضرومة وثقافة تاع نضرومة، وماذا بينا نورمالمون كاع ما نسمحوش في هذه الثقافة تاع ثقافة، عندنا بزاف ثقافات نورمالمون ما نسمحوش فيهم، وإن شاء الله يا ربي تكون تعجبهم ان شاء الله. نشكر كامل الناس اللي جات حضرت معنا اليوم في هذا العادات تاعنا هذو تاع زياده النبي مولد النبوي الشريف، وان شاء الله نكونوا جوزنا سهره جميله ان شاء الله. وبمقر الجمعيه الموحديه للمحافظه على التراث التاريخي والثقافي لنضرومه، كانت عادات وتقاليد المدينه ميزه احياء المولد النبوي الشريف. هذا الاطار احنا فتحنا ابواب الجمعيه دار التراث للشيخ اسماعيل باش يؤدي هذا المديح ديني، وهو داخل في العادات والتقاليد اللي تعرفها مدينة نضرومة. هي كلمات مأثورة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، أبدع فيها الفنان إسماعيل النضرومي.